اللواء حسام الدين مصطفى رئيس هيئة الطرق الكباري قال انه بعد انتهاء مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري خلال العامين القادمين، بيقول بيجري إعادة دراسة شاملة كاملة لمنع سير الميكروباصات على الطريق الدائري بشكل نهائي عقب انتهاء التطوير، بحيث يكون قاصرا على سير السيارات الملاكي والأتوبيس التردد السريع وسيارات النقل خلال الفترة من 12 بعد منتصف الليل حتى 6 صباحا. معايا مين يا جماعة؟ معايا على التليفون اللواء المحترم أحمد هشام الخبير المروري. سيادة اللواء أهلا وسهلا بحضرتك. بك السيد، تحياتي لحضرتك والأسرة البرنامج والمشاهد الكريم. ربنا يكرمك فندم. قبل ما اسال حضرتك الحقيقه عايز اقول للمشاهد ان ما يحدث على الطريق الدائري هو الموت بعينه. حضراتكم بتلاقوا سيارات النقل بالجرار بتاعها ماشيه على الشمال تعيس فسادا، تلاقي بعدها ماشي جنبها موتوسيكل، وجنب الموتوسيكل تلاقي التكاتك ماليه الطريق الدائري، وجنب التكاتك بتلاقي الميكروباصات بتقف في اي حته تنزل. وبالتالي انت لو مشيت بالليل على الطريق الدائري فانا يعني ما اعرفش اقول لك ايه اللي ممكن يحصل لك. طبعا ما يحدث على الطريق الدائري بشع. الدوله بتدفع فلوس وبتطور دلوقتي من الالف للياء، بترفع الكفاءه، انما مصر في امس الحاجه لضبط سلوك بتوع الميكروباص وبتوع التوك توك. الحقيقه بيعيشوا فسادا غير عادي. وانا اناشد المحترم وزير داخليه مصر والمرور ان نظره على ما يفعله بتوع الميكروباص والتكاتك على المحور وعلى الطريق الدائري. اتفضل يا سياده اللواء. اتفضل يا فندم. في البدايه عشان مقدمه سيادتك دي عايز اوضح لحضرتك نقطه مهمه جدا، هي بترجع للثقافه المرورية للمواطن المصري. مع الاسف الثقافه المرورية غير مكتمله حتى الان عند معظم الساده المواطنين وعلى كافه المستويات، بما فيها حتى الشخصيات اللي معاها مؤهلات عليا. الثقافه المرورية ديت مع الاسف ده نتيجه عوامل سابقه خلال ال 40 سنه الماضيه، ان ما كانش فيه اهتمام بالمرور سواء من ناحيه الاعلام او من ناحيه الوزارات المعنيه بهذا الموضوع. لذلك القياده السياسيه الحكيمه لما شرفتنا في الحكم في 7/6/2014، عايز اقول لحضرتك ان السيد الرئيس بعد 40 يوم من توليه المسؤوليه اصدر القانون رقم 59 ولسنه 2014 بالنسبه للتكاتك وبالنسبه لسيارات النقل الثقيل وبالنسبه لخطوط السير واهتمام بشبكه الطرق عشان نقدر نحسن من جوده الطريق عشان نقلل من الحوادث المرضيه اللي موجوده في الشارع المصري والتي يعني ستنزف دماء المصريين وكذلك المال العام والمال الخاص. واكبر دليل على هذا ان الجهاز المركزي للتعبئه والاحصاء لما عمل احصائيه في ال6 أشهر الاولى في 2017 لقى ان عدد الحوادث المرضيه 5836 حادث مرضي. من الاسباب الرئيسيه لهذه الحوادث كان قائد السياره بنسبه 64.6%. لما جه قارنها ب6 أشهر الاولى في عام 2018 كان عدد الحوادث المرضيه 4426 حادث مروري. لما جينا نشوف اسباب الحوادث المرضيه لقينا ان قائد السياره نسبه الحوادث المرضيه 77.7%، اي ان الحوادث المرضيه قلت لكن نسبه الحوادث المرضيه بالنسبه لقائد السياره ارتفعت. وهذا دليل على جودة الطرق وشبكة الطرق اللي الدولة بتعملها وبتصرف عليها المليارات الجنيهات، ورغم هذا ما زالت الثقافة المرضية غير مكتملة عند قائد السيارة. ودليل على هذا كم الحوادث اللي احنا بنشوفها والمآسي اللي احنا بنشوفها يوميا. ده يرجع لجهات معينة. أولا بالنسبة لاستخراج رخص القيادة وخاصة القيادة المهنية لازم يكون فيها تجديد أكثر من الآن. ثانيا يجب إيقاف رخصة قائد السيارة اللي يرتكب أي مخالفة حتى لو كانت بسيطة على الأقل 3 أشهر وحرمانه من القيادة، لأن ده طبعا بيبقى رزق ليه. فلما نحرمه من القيادة على الأقل 3 أشهر بعد كده هيلتزم بقواعد وآداب المرور. هذا